بفتح دورة تأهيلية على سياقة أو التدريب على سياقة المعدات الثقيلة من بلدوزر وشافول وحفارة وغريدر، لذلك لتطوير القدرات على الأفراد. تدريب القطعات الموجودة عندنا، تأهيلها إلى السواتر وتعليم الآليات عامة. احنا نعلم الآليات، نعلمها وندرب المجاهدين الموجودين ويانا تدريب كامل من أي آلية يصعد، أي مقاتل عندنا موجود يعرف لأي آلية، أي نقل، أي حفارات، أي سواتر. سواتر مثالية عندنا، سواتر مثالية قاعد نشتغل هسه هنا، يعني هاي مستحدثة على السواتر من تأهيل السواتر الموجودة. احنا قاعدين هسه نسوي سواتر وطرق جديدة، وقاعدين ندرب المجاهدين عندنا هنا، وعندنا قطعات قاعدة تجينا من جماعتنا، قاعد حتى الموجود اللي عندنا، حتى سائق السيارة يقول أنا لازم أتدرب من ذات نفسه لا ترمن، يعني خاطر هذا شنو يشارك بكل عمل إحنا يقود به، آليات يقوم بالآليات، سيارات يقوم بالسيارات، يعني عمل متكامل كله. إحنا والجماعة متعاونين ويانا، الولد هم يعني من يجيك يقول لك أنا أريد أتعلم، من كل إحساس بقلبه يقول لك أنا أريد أطب للقتال. المتطوع خالد يتطوعت بالجهد الهندسي العسكري، واجيت يعني معرفتي قليلة بالسواتر وساتر الصيد والخنادق، فمشكورة مديرية الهندسة علمتنا للشفلات والحفارات وللسواتر ولدحر الدواعش الإرهابيين. وحاليا طلعونا الجماعة ندرب على الحفارة، والحمد لله والشكر لقينا يعني خبرة، بس الحمد لله والشكر أهم شيء نتعلم خبرة، نحفظ إخواننا المقاتلين بالساتر